إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه، فصلاةً وسلامًا دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمدٍ صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بالخلق أنه لم يتركهم سدى، ولكنه سبحانه أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب كي يكونوا على بينة من أمرهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فمن تمسك بكتاب الله عز وجل أنجاه الله عز وجل من الظلمات إلى النور، ونجاه من الفتن، وأخرجه من الظلمات ليسير في طريقه إلى الله في نور على بينة منه سبحانه وتعالى. معنا اليوم آيات من كتاب الله عز وجل نتدارسها ونتأمل ما فيها من العظات والعبر. يقول الله عز وجل في سورة طه بعد أن من الله عز وجل على موسى ومن معه بالنجاة، النجاة التي طالما انتظرها بنو إسرائيل، طالما انتظروا اللحظة التي ينجيهم الله عز وجل فيها من هذا الطاغية، من فرعون. وبالفعل قدرة الله عز وجل مطلقة، بالفعل نجاهم الله عز وجل من فرعون. ولكن ماذا حدث بعد النجاة؟ بعد النجاة كان الله عز وجل وعد موسى عليه السلام أنه سيكلمه وأنه ينزل إليه التوراة، فتعجل موسى عليه السلام لهذا اللقاء، هذا اللقاء الجميل، هذا اللقاء كليم الله عز وجل. موسى عليه السلام اشتاق إلى سماع كلام الله فتعجل إلى هذا اللقاء، فقال الله عز وجل له: وما أعجلك عن قومك يا موسى. كان موسى عليه السلام يسير ببني إسرائيل بعد أن أنجاهم الله عز وجل من فرعون، يسير بهم باتجاه أرض الشام، وعده الله عز وجل أن يكلمه مرة أخرى كما كلمه في أول البعثة. فتعجل موسى هذا اللقاء وترك قومه وترك هارون معهم، وقال: يا هارون أخلفني في قومي، كن مكاني، افعل كما أفعل، وأصلح إذا وجدت فاسدا أو مفسدا فعاقبه وأصلح، وإذا لم تستطع أن تعاقب المفسدين فإياك أن تكون في صفهم، وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، كما في سورة الأعراف. كانت هذه وصية موسى عليه السلام إلى أخيه هارون بعد أن تركه مع قومه، وقال: يا هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ثم تعجل موسى إلى لقاء ربه فقال له الله عز وجل: وما أعجلك؟ يسأله ربه سبحانه وتعالى وهو أعلم بما في قلب عبده، الله عز وجل أعلم بالشوق الذي في قلب موسى عليه السلام. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئك على أثري، يسيرون على نهجي، يسيرون على طريقتي، تركت فيهم من يقومهم، هارون أخي عليه السلام، هؤلاء هم على أثري، وأما أنا وعجلت إليك ربي لترضى. قال كثير من المفسرين: أي جاء بي الشوق إليك يا رب. ولكن موسى عليه السلام تواضعا وحياء من ربه لم يذكر كلمة الشوق،
لم يذكر الكلمة التي يشعر بها في قلبه، ولكن ذكر ما فعلته أعضاؤه. قال: وعجلت أنا، وعجلت إليك ربي لترضى. لم يذكر الشوق الذي وجده في قلبه، هذا الشوق الذي يجده دائما وأبدا المحبون تجاه لقاء ربهم، يتمنون أن يأتي هذا اليوم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها عندما تذهب إلى النوم تقول: إيتوني بالمجيد، أي بالقرآن، وتحتضنه وتنام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر حسر عن رأسه وأمسك بالمطر وقال: حديث عهد بربي. إنه الشوق إلى الله عز وجل، إنه الشوق إلى لقاء الله عز وجل. فقال: وعجلت إليك ربي لترضى، لترضى عني. بعد كل هذا البذل الذي بذله من مواجهة الطغيان، من مواجهة فرعون، من الثبات أمام السحرة، من الدعوة إليه، من الصبر على بني إسرائيل، بعد كل هذا لا زال يبحث عن الرضا. هكذا المؤمن دائما وأبدا، لا يقنع بطاعة واحدة ولا يقنع بمقام إيماني. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هناك درجة من اليقين أريد أن أصل إليها. قال: بلى، آمنت بالفعل وطبقت شرع الله، ولكن ليطمئن قلبي. هكذا المؤمن في درجات يرقى في علاقته بالله سبحانه وتعالى، يزداد في كل يوم طاعة وعمل وإيمان واعتقاد، إيمانه دائما وأبدا يزداد. هكذا المؤمنون إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة المؤمنون يقولون: أيكم زادته هذه إيمانا؟ مين اللي استفاد من السورة؟ مين اللي إيمانه زاد؟ فأما المؤمنون زادتهم إيمانا وهم يستبشرون، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. دائما وأبدا المؤمنون يترقون في إيمانهم إلى الله سبحانه وتعالى. قال: هؤلاء هم على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. ولكن موسى عليه السلام أمره الله عز وجل أن يصلح بني إسرائيل. هؤلاء القوم الذين دائما وأبدا تعودوا على الاعوجاج، تعودوا على المراوغة، لا يستطيعون أن يتمسكوا بشرع ولا بكتاب، تعودوا على هكذا، على هذه الأفعال. فلما تركهم موسى عليه السلام رجعوا إلى عادتهم، رجعوا إلى عبادة البقر. فقال له الله عز وجل: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. انظر إلى كلمة من بعدك. هناك طائفة من الناس لا تصلح إلا بوجود رجل يقوم عليهم يصلحهم، إذا عوجوا لابد أن يصلحهم، لا يستطيع أن يقوم بمفرده، ليس عنده ذاتية، لا يبحث عن العمل الصالح بمفرده، ولكن إذا تركت الرقابة عنه يفسد، يتجه إلى الفساد. هكذا كان بنو إسرائيل يحتاجون إلى رقابة صارمة، إذا غابت عنهم الرقابة الصارمة ولو للحظات فسدوا وأفسدوا وابتدعوا في دين الله عز وجل. فلما ابتعد عنهم موسى عليه السلام في مهمة إيمانية، ذهب للقاء ربه ليتلقى كلام الله عز وجل، ضلوا من بعده. فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. الله أكبر. طالما تعب موسى عليه السلام معهم وصبر على أذاهم، كانوا كثيرا ما يشكون، كانوا كثير التشكي لموسى، قالوا: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولما تضجروا قال لهم موسى عليه السلام: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. كانوا كثيرا ما يتشكون، كثير الضجر، كانوا كثير الملل، وكان موسى عليه السلام يصبر عليهم ويعلمهم ويربيهم. لذلك لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يؤذى بأي أذى من الإيذاء كان يتذكر وقال: لقد أوذي أخي موسى عليه السلام بأكثر من هذا فصبر.
موسى عليه السلام بعد كل هذا البذل مع بني إسرائيل والصبر على أفعالهم والحلم على أخطائهم ارتدوا على أعقابهم بعد أن تركهم، فرجع إليه موسى غضبان أسفا وقال يا قومي ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي، ما الذي دفعكم إلى عبادة العجل؟ ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ ألم يعدكم ربكم أنه سوف ينجيكم من فرعون ونجاكم؟ ألم يعدكم ربكم أنه سوف ينزل عليكم المن والسلوى وأنزل لكم؟ ألم يعدكم ربكم الوعود الحسنة وأنجزها لكم؟ فما ظنكم برب العالمين؟ لماذا تبحثون عن إله غيره؟ لماذا تلجؤون إلى غيره؟ لماذا تبتعدون عن شرعه؟ فهل وجدتم في شرعه إلا كل رحمة وفضل وعدل؟ لماذا تبتعدوا عنه؟ ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ ماذا وجدتم عند العجل الذي له خوار جعلكم تتجهون إليه وتتركون دين الله عز وجل؟ ما الذي وجدتم في الأنظمة الوضعية جعلتكم تتركون شرع الله وتتجهون إليها؟ ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم؟ وفي نفس السورة ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الذي يبتعد عن شرع الله عز وجل، الذي يبدل كما بدل هؤلاء، الذي يبدل في دين الله عز وجل يحل عليه غضب من الله عز وجل. ومن يحلل عليه غضب من الله فقد انتهى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، نعوذ بالله من غضب الله. ومن يحلل عليه غضبي فقد سقط، فقد تردى، ومن سقط في جهنم وما يغني عنه ماله إذا تردى. لن ينفعه المال، لن ينفعه الولد، لن ينفعه المنصب إذا سقط في جهنم، إذا نزل عليه غضب الله. وما أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا كان بنو إسرائيل كثيرا ما يعتذرون، كثير الأعذار، عندهم عذر لكل شيء، يفعل المنكر، يفعل الشرك، يفعل الكبيرة ثم يعتذر بأعذار. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى ونسي، فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ما معنى هذه الآيات؟ قالوا يا موسى ما أخلفنا موعدك بملكنا، مش بمزاجنا، وبملكنا قرئت بملكنا وبملكنا وبملكنا، ما أخلفنا موعدك بملكنا، مش بمزاجنا. أمال إيه اللي حصل؟ حد غصب عليكم؟ حد عذبكم عشان تعبدوا العجل؟ ما الذي فعل بكم؟ طب أنتوا عذبتوا قبل هكذا، من قبل هذه الأزمنة من فرعون، وصبرتم ومن الله عز وجل علينا بالنجاة، ما الذي حدث؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم. قيل بنو إسرائيل لما أرادوا أن يهربوا ليلا وأسر الله عز وجل، أوحى الله عز وجل إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، كانوا اقترضوا زينة ذهب من الفرعون، من قوم فرعون، من القبط، من المصريين، اقترضوا منهم الذهب بتاعهم، فلما هربوا ليلا لم يعيدوا هذا الذهب، فكان معهم ذهب اقترضوه كنوع من أنواع، هذه تعتبر نوع من أنواع الغنيمة ولم تكن تحل لهم، اقترضوا هذا الذهب من المصريين، فبقى معاهم ذهب مش بتاعهم، غنموه، وهذا الذهب لم يكن يحل لهم. فأمرهم هارون عليه السلام، كان دايما النبي من الأنبياء لما يغنم يجمع الغنيمة في مكان واحد وتنزل عليه النار تحرقه، كان دائما النبي من الأنبياء لما يغنم في حرب من الحروب قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على غيره، أنه أحلت له الغنائم، الغنائم كانت لنبينا صلى الله، ولا تزال لنبينا صلى الله عليه وسلم حلال، ولم تحل لنبي من الأنبياء. فقالوا كان معانا أوزار مش بتاعتنا، فجمعوا الذهب في مكان واحد. بعد ما جمعوا الذهب إيه اللي حصل؟ كان السامري كما يقول كثير من المفسرين
وأرجو أن تركز معي في هذه القصة العجيبة التي تدلنا أن الله عز وجل إذا أراد فتنة بقوم سيفتنوا، وأنه لا منجى إلا من أنجاه الله، ولن يعصم من الفتنة إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، فلابد أن نلجأ إليه ونتضرع إليه أن ينجينا من الفتن. السامري قيل لما كان يأتي جبريل عليه السلام إلى موسى رآه السامري، كان جبريل عليه السلام يأتي إلى موسى على فرس، فلما كان جبريل يأتي إلى موسى عليه السلام كان السامري يعرفه، وعرف السامري ألقي في روعه أنه لو أخذ قبضة من تراب من تحت الفرس جبريل، هذه القبضة إذا ألقاها على شيء أصبح حيا. من الذي أعلمه ذلك ومن الذي أعطاه هذه القدرة؟ إنه الله عز وجل. لماذا قد يعطي الله عز وجل هذه القدرة التي قد تفتي الناس؟ إنما فعل الله ذلك فتنة للناس، كما خلق الله عز وجل الشيطان وأعطى الشيطان القدرة أن يجري ابن آدم مجرى الدم وأن يوسوس لابن آدم. لماذا خلقه الله عز وجل وأعطاه هذه القدرة؟ ابتلاء. هل ستثبت على طاعة الله أم تطيع الشيطان؟ كما أن الله عز وجل خلق الدجال الذي يأتي في آخر الزمان ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول الأرض أخرجي زرعك فتخرج. من الذي أعطى الدجال هذه القدرة؟ إنه الله. لماذا؟ ابتلاء وفتنة. كذلك السامري أخذ قبضة من الفرس من تحت فرس جبريل عليه السلام، ثم ذهب إلى الذهب الذي جمعه القوم وألقى القبض عليهم وقال كوني عجلا له خوار، وبالفعل أصبح هذا الذهب عجل حي يخرج صوت، وقالوا خار خورة واحدة ثم لم يخر بعدها ولم يخرج أصواتا بعدها. الشاهد تخيل هذا المشهد لما يروا عجل من ذهب تكون من ذهب، بدل أن يقولوا سبحان الخالق قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. العجيب انظر إلى كلمات القرآن، اقرأ معي هذه الآيات مرة أخرى. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، كان معنا ذهب مش بتاعنا، فقذفناها عشان ينزل عليها النار. فكذلك ألقى السامري، جه السامري آخر واحد وكان معاه القبة وألقاها. فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. اسمع، فقالوا، مش فقال السامري، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أي أن القوم كان فيهم فساد. الإشكالية دائما وأبدا أن السامري لما نجاهم الله عز وجل وكان مع بني إسرائيل، أول لما قال الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، كانوا بيعكفوا على أصنام في هيئة العجول، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أيقن السامري أن السفهاء في هؤلاء القوم كثر، وأنه يسهل أن هؤلاء القوم يسهل أن يغر بهم، يسهل أن يضحك عليهم. هؤلاء فيهم سذج، هؤلاء فيهم فاسقون، هؤلاء فيهم من يحب عبادة العجل، هؤلاء فيهم من لم يتطهر من الوثنية بعد. استغل السامري هذه الحقيقة أن أغلب بني إسرائيل كانوا يحبون عبادة العجل، والسامري كان من قوم يعبدون العجل، فلما بعث موسى أسلم معه، ولكن ظل عبادة العجل ظلت في قلبه. خطورة إن يظل في قلبك مرض لا تتطهر منه، معصية لا تتركها. إنسان يلتزم بشرع الله في معصية لا زال يحبها، هذه المعصية الخفية قد تنفجر في وقت من الأوقات، قد تظهر عليك في وقت من الأوقات. مش معنى إن ظروف المعصية مش موجودة وإن الحب لسه حب المعصية في قلبك مش معنى كده أنك تركتها، بل قد تتهيئ الظروف مرة أخرى. مثلا إنسان يحب امرأة في الحرام ثم تركها وابتعد عنها ولا زال حبها في قلبه، لابد أن يجاهد نفسه لكي يخرج هذا الحب من قلبه، وإلا قد تتهيئ الظروف مرة أخرى فيسقط في المعصية. فلابد أن يجاهد الإنسان نفسه
أن يترك المعصية وأن يبغضها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. لابد أن تجاهد نفسك أن تكره المعصية والفسوق والكفر والعصيان. لذلك السامري كان يحب عبادة العجل حتى بعد أن أسلم مع موسى، وظل هذا الحب في قلبه إلى أن تهيأت الظروف وأخذ القبضة التي فيها الحياة وألقاها على العجل، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. كثير من بني إسرائيل فتنوا فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. يخطئون نبي الله موسى، يقولون أن موسى الكليم نسي إلهه هنا وذهب يبحث عنه هناك. انظر، موسى عليه السلام الذي علمهم ورباهم وفهمهم وصبر عليهم وحلم عليهم، يقولون أخطأ موسى وذهب يبحث عن إلهه وإلهه هاهنا. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. طب العجل ده عمل لهم إيه؟ ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. عجيب، هؤلاء القوم يتركون الله الذي أنزل إليهم التوراة وأنجاهم من فرعون وأنزل إليهم المن والسلوى وحفظهم وأجاب دعاءهم وأهلك عدوهم، ثم يتجهون إلى العجل ليعبدوه. ماذا قدم لكم العجل؟ هل تكلم إليكم بكلام؟ هل أنزل لكم وحي؟ هل أنقذكم من عدوكم؟ هل أخرجكم من الظلمات إلى النور؟ لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. هكذا العقول الفاسقة يسهل الضحك عليها ويسهل الغرور بها، هكذا العقول. وهكذا فعل السامري، انتهز السامري. انظر إلى هذه المنظومة الذي إذا تحققت، هذه المنظومة التي لو تحققت في شعب يفسد هذا الشعب. أولا، غياب القائد القوي الحازم موسى عليه السلام. أولا غياب القائد القوي الحازم. ثانيا، وجود منافقين كالسامري ينتهز هذه الفرصة. ثلاثة، الشعب يكون أغلبه جاهل بالشرع، جاهل بالدين، يحب المعاصي. رابعا، أهل الدين الذين يوجدون في هذه الفترة يكونوا ضعفاء. قال هارون عليه السلام إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. لم يكن لهارون منعة التي كانت عند موسى. كان بنو إسرائيل يخافون من موسى ولا يخافون من هارون. كان رقيقا، كان طيبا عليه السلام. هذه المنظومة قد يقدرها الله عز وجل. أهل الدين ما عندهمش قوة، ما فيش في إيديهم قوة، ما عندهمش منعة، مستضعفين في زمان معين، ويسود الجهل ويوجد منافقين وتغيب القيادة الحازمة. هذه المنظومة الرباعية إذا اجتمعت ساد الفساد وضل أكثر الناس، ولا يثبت إلا القلة الذين ثبتهم الله عز وجل، الذين يتبعون الحق ويسيرون على بصيرة من الله ويتبعون كلام الله، ولا يغترون بالخوار، لا يغترون بأصوات تخرج من عجل، لا يغترون بمال، لا يغترون بمنصب، لا يغترون بدنيا، إنما يتبعون كلام الله. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل. مش معنى أن أهل الدين مستضعفين إن هم يسكتوا. إذا لم يستطع أهل الدين الإنكار باليد، استطاعوا أن ينكروا باللسان. ولقد قال، لم يسكت هارون بالرغم أنه مستضعف وبالرغم أنهم كادوا يقتلوه. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، أي بالعجل وبالسامري، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين. بالرغم أن النصيحة لم تؤثر فيهم، إلا أن هارون لم يتركها. بالرغم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يؤثر فيهم، إلا أن هارون لم يتركه. كذلك على العاملين لدين الله عز وجل، إذا انتشر الفساد في بلد وفي قوم وهم موجودون، أن يتكلموا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر حتى لو أعرض عنهم كثير من الناس. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنت تعذر نفسك أمام الله عز وجل، لابد أن تتكلم بالحق.
وأن تبين الباطل وأن توضح المعروف. ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا: لن نبرح عليه عاكفين. انظر إلى جهد أهل الباطل في باطلهم، قالوا لن نبرح عليه عاكفين. العكوف إنك تلازم شيء حتى ينثني ظهرك، الشيء المعكوف أو المعقوف الشيء المتني. قالوا لن نبرح عليه عاكفين. انظر إلى جهد أهل الباطل في باطلهم، وانظر إلى جهد أهل الحق مع الحق، انظر إلى جهد أهل الحق مع القرآن، انظر الأوقات التي يبذلونها مع القرآن. تجد قلة قليلة تبذل هذا الوقت مع القرآن لقراءته وتدبره وفهمه والعمل به. وانظر إلى جهد أهل الباطل، قالوا لن نبرح عليه على العجل عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هكذا ربطوا دينهم بالأشخاص ولم يربطوا دينهم بالوحي. هذه هي الخطورة، إن الدين دينك يتعلق بوجود شخص، إذا وجد الشخص تبقى أنت ملتزم، إذا غاب الشخص تبقى أنت منتكس. هذه هي المصيبة، هذا الاختبار الذي اختبر الله عز وجل به الصحابة في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت، حتى يتدربوا على هذا الاختبار في غزوة أحد لما أشيع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وترك بعض الصحابة سلاحهم ولم يجاهدوا، ومر عليهم أنس بن النضر وتعجب من قعودهم: لماذا تجلسون؟ لماذا تقعدون؟ قالوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علاقة القعود بموت نبيكم؟ قال: فقوموا فموتوا على ما مات عليه. كيف مات نبيكم؟ مات مقاتلا، إذن قوموا فموتوا مقاتلين. وأنزل الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم، أفإن غاب عنكم موسى انقلبتم، أفإن غاب عنكم عالم أو داع أو مرب أو شيخ انقلبتم على أعقابكم، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرين لنعمه، الذين يعرفون نعمة الوحي وأنهم مرتبطون بالوحي لا بالشخص. عصم الله عز وجل الوحي من التبديل، ولم يعصم النبي صلى الله عليه وسلم من الموت، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. لذلك قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع، سنظل على هذا الشرك حتى يرجع إلينا موسى. عاد موسى عليه السلام بعد هذه الفتنة التي وقعوا فيها، ماذا قال لهم؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. عاد موسى عليه السلام إلى قومه، فرجع موسى إلى قومه، وهذا ما يجب على الدعاة أن يفعلوه، أن يعودوا إلى قومهم مرة أخرى، أن يعودوا إلى دعوتهم، إلى وعظهم، إلى إخراجهم من الظلمات إلى النور. رجع موسى إلى قومه غضبان آسف، فلما عاد أول ما بدأ بالعتاب بدأ بهارون. هكذا تخيل لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم ووجد هذه الفتن المنتشر وهذا البعد عن الدين المنتشر بين الناس، أول ما يبدأ العتاب يبدأ بالدعاء، يسأل الدعاء: هل قمتم بما عليكم من واجب؟ لو قاموا بما عليهم من واجب ولم يقصروا لن يعاتبهم الله عز وجل. فالنبي يأتي وليس معه أحد، والنبي يأتي ومعه الرجل ومعه الرجلان. فأول ما بدأ موسى بالعتاب بدأ بهارون، هو يعلم أن أغلب بني إسرائيل هكذا هي أخلاقهم طالما تمردوا عليه وأعرضوا عنه، ويعلم أن في الصف منافقين، فبدأ بعتاب هارون. قال: يا هارون، ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ كان أمام هارون عليه السلام ثلاث اختيارات: إما أن يجمع الناس اللي مؤمنة بدعوة التوحيد ويقاتل اللي بيعبدوا العجل، ده الاختيار الأول،
أو أن يأخذ المجموعة التي آمنت لأنه ليس له قدرة على القتال مع هؤلاء، ثم يترك هؤلاء القوم ويذهب إلى موسى ويترك هؤلاء يعبدون العجل، أو أنه يظل معهم وينكر عليهم باللسان وينتظر حتى يعود موسى. كان في ثلاث اختيارات أم سيدنا هارون. ثاني اختيار الأول أنه يجمع القلة المؤمنة ويقاتل هؤلاء الكثرة الذين يعبدون العجل. اختيار الثاني أن يجمع هذه القلة المؤمنة ثم يعتزل هذه الكثرة المشركة ويتجه إلى موسى عليه السلام، أو أنه يظل معهم ولكن بشرط أن ينكر باللسان، أن يظل جالسا معهم وينكر عليهم وينتظر. اختار هارون لأنه رقيق القلب، يخاف على هؤلاء ولا يحب الفرقة بين الناس، اختار الاختيار الثالث. وأراد موسى عليه السلام أن اختيار أحد الاختيارين الأولين، إما أن يقاتلهم وإما أن يتبعه. في هذه الفتن وفي هذه الظروف قد تختلف اجتهادات أهل الحق، وهذا هو علم عظيم في الشرع، قد يستغل الاستغلال الأسوأ، المصالح والمفاسد الشرعية. إن في هذه الظروف طالما في فتن وفي فساد منتشر وفي استضعاف لأهل الحق وفي منافقين وفي غلبة دار عليهم الجهل، طالما الظروف دي موجودة يبقى في اختلافات، أكيد في اجتهادات مختلفة، لكن ليس هناك من الاختيارات أن يجالس السامري وأن يضحك معه وأن يثني عليه وأن يقدره وأن يتقرب منه، هذه ليست في الاختيارات الموجودة. لذلك قال موسى قبل أن يذهب قال لهارون أصلح، لو مش قادر تصلح لا تتبع، ما تمشيش وراهم، مش معنى ان هم كتير ان معهم الحق، لا تتبع سبيل المفسدين، ليس من الاختيارات الموجودة. إذن قد يختلف أهل الحق أحيانا. لذلك لما قال موسى عليه السلام يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت، خايف من تهمة التفرقة. هكذا الدعاء يحرصون دائما على تجميع الناس، تهمة عظيمة أنك تتسبب في فرقة بين الناس وتقسمهم إلى معسكرين، تهمة عظيمة عند الله. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. هنا سكت موسى عليه السلام عن هارون وقال فما خطبك يا سامري، التفت للمنافق السامري. إذن قبل العذر. يبقى أحيانا اجتهادات أهل الحق قد تختلف، عشان ما حدش ينكر على حد، أحيانا فلان يجتهد إن الآن عنده قدرة وفلان يقول لا ما فيش قدرة، فلان يقول الأولى كذا وفلان يقول الأولى كذا، لكن ليس من الاختيارات المطروحة عند أهل الحق السكوت على المنكر، اتباع أهل الباطل، السكوت عن الدعوة، الكف عن الدعوة إلى الله، ترك الناس يتيهون في الأرض، أبدا ليست هذه من الاختيارات المطروحة. الثناء على أهل الباطل، مجالسة السامري، هذه ليست من الاختيارات الموجودة أبدا. إذن اختلف أهل الحق، موسى عليه السلام كان يرجح اختيار، هارون عليه السلام كان يرجح اختيار. لذلك موسى عليه السلام في سورة الأعراف قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. يا رب لو أنا وهو حد كان مخطئ اغفر لنا يا رب، لو أنا أخطأت بغيابي عن قومي، أو هارون أخطأ أنه لم يتبعني ويعتزل هؤلاء أو لم يقاتلهم، يا رب اغفر لي ولقومي. هذه فتنة، قال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. يقدر الله ظروفا، يقدر الله أقدارا، عايزين نخرج بالجملة دي من الخطبة، يقدر الله ظروفا وأقدارا يغيب فيها أهل الحق اللي عندهم القوة والحزم، مع انتشار الجهل بوسط الناس، مع وجود منافقين، مع ضعف عند أهل الدين وغياب قدرة ومنع. هذه المنظومة الرباعية حينما تجتمع هي فتنة لا يصبر فيها إلا القليل، لأنك مطالب في هذه اللحظة إنك تتبع الوحي. خلاص الحي لا يؤمن عليه الفتنة، قد يسقط كثير من الناس في هذه الفتنة، ترجع إلى كتاب الله وتنكب عليه وتقرأ وترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتمسك بها وتدعو إلى الله في محكمات في الدين، إذا كان دي متشابهات في محكمات
الثبات على الحق من المحكمات، الدعوة إلى الله من المحكمات، تدبر القرآن من المحكمات، عمل الخير للناس من المحكمات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المحكمات. هذه محكمات لا تتغير، لا تغيرها الظروف، سواء وجد عجل له خوار أم لم يوجد، سواء جلنا عجل من ذهب أو لم يأتي، التوحيد واحد. وإن ربكم الرحمن، هذه محكمات لا تتغير بمتغيرات الظروف، لا تتغير بكثرة أهل الباطل. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك إيه؟ كثرة الخبيث. دايما الخبيث كتير والناس بتحب الحاجة الكتير، ولو أعجبك كثرة الخبيث. قال فما خطبك يا سامري؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ إيه اللي خلاك تبحث عن هذه الرياسة؟ قال بصرت بما لم يبصروا به. هي دي الفتنة، انك تعتقد ان انت الوحيد اللي فاهم وغيرك مش فاهم، انك بتتصرف ان انت الوحيد اللي شايف وغيرك مش شايف، انك تبتعد عن اخوانك من اهل الحق، من اخوانك من العاملين لدين الله، والامر شورى دائما بينهم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الامر، قال بصرت بما لم يبصروا به، شايف انه افضل من الناس. وهكذا كان إبليس عليه لعنة الله، قال أنا خير منه، شايف أنه هو الأفضل. قال بصرت، أنا الوحيد اللي عندي رؤية، أنا الوحيد اللي شايف، بصرت بما لم يبصروا به. فقبضت قبضة من أثر الرسول، خدت قبض التراب من أثر فرس جبريل، الرسول هنا اللي هو جبريل، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، فكذلك سولت لي نفسي. نفسي قعدت تقول لي انتهز الفرصة، انتهز غياب موسى عليه السلام، انت ممكن تبقى رئيس عليهم، انت ممكن تحقق اموال كثيرة. سولت له نفسه انه يعني يجعل هذا العجل ناس حتى يكون رئيسا عليهم. حب المنصب قد يجعل الانسان يبدل في دين الله. ها وكذلك سولت لي نفسي. فعل السامري هذه الفعلة حتى يكون له السؤدد على الناس، حتى يتبعه كثير من الناس، حتى يلتف الناس حوله، فكان العقاب جزاء من جنس العمل. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، إن الناس تنفض عنك، ما حدش يلمسك ولا أنت تلمس حد، لا تسلم على حد ولا حد يسلم عليك. عوقب الجزاء بجنس العمل، فعل ذلك حتى يكون له السؤدد، حتى يجتمع عليه الناس. فقال له موسى، عاقبه بنقيض قصده، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إذا استطاع أهل الحق التغيير باليد كان واجبا عليهم ذلك. قال فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إذن هارون عليه السلام هو نبي من الأنبياء، هارون عليه السلام من الصالحين، لا كما يدعي اليهود وكما يكتبون في توراتهم أنه هو الذي صنع العجل، حاشاه صلى الله عليه وسلم. هارون عليه السلام لم يكن عنده القدرة، لم يكن لديه المنعة، فانتقل من الإنكار باليد إلى الإنكار باللسان، وإذا لم يستطع الإنسان فالإنكار بالقلب، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا استطاع أهل الحق قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إن إلهكم الله، إن ربكم الرحمن، هذه من المحكمات التي لا تتغير. إذن أحبتي في الله، أكرر، يقدر الله عز وجل ظروفا لابتلاء الناس، كما يقدر الله عز وجل ظروف الغنى والفقر لابتلاء الناس. قد يجعل الله عز وجل هذا غنيا وهذا فقيرا، قد يمكن الله عز وجل أحيانا للظلمة ابتلاء للمظلومين، هل سيصبروا؟ ولو يشاء الله لانتصر منهم، أمال ليه ربنا سيبهم؟ ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن أحبتي في الله، ليس لك عذر أمام الله عز وجل، لابد أن تتمسك بالوحي. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر، هذا الذكر الذي لا يبدل ولا يغير، أنزله الله عز وجل وحفظه الله عز وجل من التبديل. ليس لك عذر أن تترك القرآن أو تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك عذر أن تتبع آثار الصالحين، لابد أن تبحث وحتما ستصل، لكن إياك ثم إياك ثم إياك أن تتبع سبيل المفسدين، هذا ليس من خيارات الصالحين. أسأل الله
الله أن ينجينا جميعا من الفتن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استعملنا لنصرة دينك. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اجعل مصر بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع قلوبنا على أتقى قلب رجل منا. اللهم اجمع شملنا يا رب العالمين. اللهم اجمع شملنا وانزع الفتنة من بيننا يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا على أتقى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم قيض لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.